كشف محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية على هامش افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة للبرلمان عن تطلعات وأهداف قطاعه للسنة الجديدة فيما يخص تدعيم الإنتاج، وتعهد الوزير بعودة استقرار الأسعار قريبا. أنا استغرب بالنسبة للإنتاج تاع الخضر والفواكه بصفة عامة، ما نتكلموش على الأسعار، هي يعني منتوجات موسمية، وكان بالنسبة لأمور أخرى مثل اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء راح ناخذوا إجراءات صارمة في أقرب وقت إن شاء الله، لأولا توفير كل المادات الأولية يعني للمواطنين، وثانيا بالنسبة للاستقرار في الأسعار في أقرب وقت.